السلام عليكم متابعين قناة فنون زراعية في كل مكان، أهلا وسهلا بكم، أتمنى يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد وهنتكلم عن كلية الزراعة بالنسبة للبنات. السؤال ده تسألنا كتير وأكتر من حد سألنا على القناة بيقول أنا خريجة كلية زراعة وبدور على شغل، أو أنا لسه إن شاء الله أول سنة في كلية زراعة، حصل شغل إزاي، أو هل كلية الزراعة بالنسبة للبنات مهمة ولا مش مهمة. طيب مبدئيا كده جميع الكليات ما عادش فيها اختلاف ما بين ولد وما بين بنت، إلا البنت المرفهة أو الولد المرفه، بمعنى كلية الزراعة زي كلية الطب البيطري فيها بنات وفيها ولاد. الولد اللي مش عايز يشتغل في إن هو بيروح المعلف أو بيروح مزرعة المواشي ويكشف على المواشي بنفسه، بيفتح صيدلية بيطرية، تمام كده. والبنت نفس الكلام، لو بنت جدعة وبنت راجل زي ما احنا بنقول، بتنزل بنفسها وبتبدأ تشخص المرض وتبدأ تحط العلاج، ويكون عندها برضه المحل أو الصيدلية البيطرية بتاعتها. بالنسبة لكلية الزراعة نفس الكلام، لكن أختي العزيزة لو أنتي مش بميت راجل زي ما احنا بنقول، بلاش الأجسام التقيلة زي المبيدات والأمراض النبات، الكليات اللي الأجسام اللي هي لازم تشتغل فيها في مزارع، أو بمعنى أصح بلاش تشتغل في مزارع. مجال المزارع ده لو ما كنتيش هتقدري تكوني صلبة بلاش، لأن احنا كشباب أو احنا كرجالة مطلوب مني ان انا اركب المكنة ورا المزارع وانزل ابص على الارض، ومطلوب مني لو حصل مشكلة لازم اشمر وانزل اشتغل مع العمال ما انتظرش العامل، ولازم ان انا اقف على كل كبيرة وصغيرة في المزرعة علشان خاطر اوصل بالمزرعة اللي انا شغال فيها باعلى انتاجية واقل تكاليف، تمام كده. طبعا ما بقولش كده يعني ما تشتغليش في المزارع، لا، لو انت، لان في مخيله بعض المهندسين ان اللي بيشتغل في مزرعه ده بيلبس البلطو الابيض ومعاه الدفتر بتاعه وبيفحص النبات وبس، زي ما احنا بنشوف في دول الخليج العربي عموما وخصوصا الامارات، وزي ما احنا بنشوف في دول اوروبا، وزي ما احنا بنشوف في لبنان والاماكن اللي زي دي، بتلاقي المهندسه الزراعيه لابسه البلطو وهدومها نظيفه ما شاء الله وبتشخص وتمشي. لكن في بعض الدول العربية زي السعودية طبعا معظم المزارع هنا إن كان كل المزارع ما فيهاش بنات خالص، تمام كده. ولو في بنت ما بتكونش بالمنظر اللي احنا بنشوفه في الدول الأوروبية. البنات زي الولاد لو انت هتشتغل في مزرعة لازم تكوني صلبة. طبعا في بعض المهندسات الزراعيات ما شاء الله عليهم أحسن من الرجالة كتير في موضوع المزارع وفي موضوع تشخيص الأمراض وموضوع جدول التسميد، ودول موجودين كتير جدا. لكن لو انت مش مهيئة نفسيا وجسديا للموضوع ده بلاش تشتغلي في المجال ده. عندك في الكلية مثلا كلية زراعة أزهر بنين قبل ما يفتحوا البنات طبعا كان في 21 قسم، تمام، خليكي في صناعات، خليكي في وراثة، خليكي في كيمياء، خليكي في الأراضي، خليكي في زراعة الأنسجة، دي الحاجات اللي ممكن تشتغلي فيها بسهولة، ان انت تشتغلي في مصنع ألبان او ان انت تشتغلي في مصنع مواد غذائية او تحاليل الأراضي او كيمياء التحاليل، وبعد كده تعملي المعادلة وتشتغلي في معمل تحاليل، او انك تشتغلي في مصنع ألبان، تمام كده، او البساتين طبعا والطبية والعطرية، الحاجات اللي هي ما بتحتاجش مجهود جسدي، تمام. لو انتش دخلتي اقسام مبيدات او اقسام حشرات والاقسام دي طبعا احنا بنقول ان الكلية غير المجال العملي، تمام كده. بمعنى لو انتي خلصت كلية خالص ممكن تشتغلي في اي مجال زينا كده، انا مبيدات وشغال في مزرعة ما اشتغلتش في مجال التسويق، فينفع انت برضو تشتغلي في مجال التسويق، مجال التسويق ممتاز جدا بالنسبة للبنات وبتعرف تسوق كويس، تمام كده. لكن لو انت شايفة انا بسجل في غرفة عاملة ازاي ورايا خزان مية وجنبي خزانات مية وجنبي تسميد، ده المجال او ده الظروف اللي احنا عايشين فيها في مجال المزارع. طبعا زي الجيش، المهندسات اللي شغالة في التسويق وبتنزل مزارع عارفة الكلام اللي انا بقوله ده. حضرتك المزرعة بتبعد عن المدينة مش اقل من ربع ساعة بالعربية، تمام كده، فانت تعتبر منفية في مكان بعيد. لو انت تقدري تهيئي نفسك للوضع ده، وطبعا الحاجات دي غير متعارف عليها في مصر، يعني ما تلاقيش مهندسة زراعية مقيمة في مزرعة،
تمام، بتلاقيها مثلا لو شغالة بتيجي الصبح وتمشي آخر النهار، لكن إنها تقيم إقامة كاملة في مزرعة ده مش موجود، تمام كده. فكلية الزراعة كلية جميلة جدا جدا جدا، عشان بس ما نكونش بنظلم الكلية، الكلية ممتازة جدا وفيها أقسام كتيرة جدا، تمام. لكن لو ربنا كرم ودخلت الكلية وخلصتي، ابعدي عن مجال المزارع لو انت مش مهيئة جسديا، تمام. لأن الموضوع زي ما احنا بنقول معظم المهندسين إن لم يكن كلهم من كبيرهم لصغيرهم، إلا اللي خلاص دلوقتي وصل لمرحلة التوب وبقى استشاري، ده بينزل المزارع بس كده استشارة ويمشي أو إشراف ويمشي. لكن كل المهندسين الزراعيين المقيمين في مزارع زينا كده، دول معظم الوقت بتلاقيهم زيهم زي العامل اللي موجود في المزرعة. ليه؟ في مشاكل كتير بتكون موجودة في المزرعة، في محابس بتتكسر، وفي ليات بتضرب الوصلات بتاعتها أو السدات بتاعتها، وعندك مشكلة في الكهرباء، وعندك مشكلة في المراوح. طبعا في بعض المزارع الحاجات دي كلها لها فنيين متخصصين، لكن دي نسبة بسيطة جدا بالنسبة للمزارع، تمام كده. معظم الشغل ده بيكون عامل واحد بس فاهم في الشغل، والمهندس واقف على راسه، تيجي تكلمه خصوصا لو انت في دولة عربية، تيجي تكلمه تلاقي ان العامل مش فاهمك، لان هو باكستاني او هندي او بنجالي، جميع الجنسيات التانية، غير ان هو ما بيتكلمش عربي، فمعظم الوقت بيكون مش فاهمك، فبتقعد تشرح له، فبتسهل على نفسك وبتنزل تعمل العملية دي بيدك، تمام كده. لكن كلية الزراعة كلية تعتبر، هي مظلومة فعلا، تعتبر من كليات القمة، تمام كده. فيها 21 قسم مسؤولين عن، نقول كده، عن صحة الإنسان، تمام. لو انت شغالة في مزرعة بتاخدي بالأسباب بتاعة متبقيات المبيدات بالنسبة للرش، لو انت في دواجن بتبعدي عن الأدوية السامة اللي بتخش على جسم الدواجن وبالتالي بترجع على صحة الإنسان، الألبان، الصناعات الطبية والعطرية، البساتين، كل الكلام ده كله انت متحكمة، يعتبر في زمام الأمور، تمام. لازم لو اشتغلتي تراعي ربنا في الموضوع ده. طيب لو انت ربنا كرمك ودخلت كلية الزراعة او الكليات اللي فيها اقسام داخلية، ليه ما ترتبيش على الدفعة وان انت تتعيني؟ الموضوع مش صعب، الموضوع ان انت في الاول بتكون الدفعة كبيرة جدا، بعد كده لما بتخش الاقسام بتلاقي معاك في القسم مثلا 50 واحد زي مجموعة في درس. لو ربنا كرمك ورتبتي على المجموعة دي، لو انت مثلا جبت في سنة اولى وفي سنة تانية جيد جدا، وجيتي في تالتة ورابعة بعد ما تخصصتي جبت امتيازات، تقديرك يكون كويس، تبص تلاقي نفسك اول او تاني او تالت الدفعة، تمام. ما تبصيش على السبعة تلاف او الخمس تلاف او الالفين اللي موجودين في سنة اولى، دول في منهم لا قدر الله بينزل، وفي منهم بيتشعب، فتبص تلاقي القسم بتاعك في اقسام زي الاقتصاد، كلية قسم الاقتصاد والاجتماع دي بيكون في العدد فيه بسيط، تمام. ممكن تلاقي نفسك في قسم من دول، حاولي تجتهدي وترتبي وتشتغلي. الكلام ده للولاد والبنات بس، عشان السؤال اتسألنا فيه كلية الزراعة بالنسبة للبنات، ادخل ولا ما ادخلش، هل الشغل فيها صعب ولا مش صعب. دلوقتي ما فيش شغل صعب وشغل سهل بالنسبة لتحصيل الشغل، تمام. في شباب كتير جدا قاعد مش محصل شغل وهو لسه حديث تخرج او متخرج من زمان، هو في الاول وفي الاخر الرزق بايد ربنا سبحانه وتعالى، تمام. لكن لو ربنا كرمك وجالك شغل، ابعدي عن الشغل اللي محتاج قوة جسدية، لكن لو حصل واشتغلت فيه لازم تكون عينك في وسط راسك، ولازم تكوني قد المسؤولية دي، تمام. في مهندسات كتير جدا احنا نعرفهم على الساحة بتاعت السوشيال ميديا، ما شاء الله عليهم، عباقرة وأساتذة في مجال المزارع زي ما احنا قلنا والتسميد. عشان ما نطولش في الفيديو، الكلية كلية مهمة جدا، لو ربنا كرمك ودخلت الكلية حاولي ترتبي، وخصوصا التقسيمة اللي احنا قلنا عليها، اجتهدي في سنة أولى وفي سنة تانية، الحضور عليه درجات والعمل عليه درجات والشفوي عليه درجات والنظر عليه درجات، متقسمة، تمام. لو ربنا كرمك وجبتي جيد جدا في سنة أولى وفي سنة تانية، وجيتي في سنة تالتة وفي سنة رابعة جبت جيد جدا مرتفع وامتيازات، وكان اللي معاك في القسم ناس جيد أو مقبول، تمام، هتلاقي نفسك رتبتي وتلاقي نفسك اتعينتي، تمام يا أستاذتي الفاضلة. أخواتي البنات، الكلية في سنة أولى بتحس إن أنت تايهة، لا ما تتوهيش، الموضوع زي ما احنا قلنا متقسم الدرجات على الحضور والعملي والنظري والشفوي والمتر، تمام كده. فان شاء الله ربنا يوفقك، وان شاء الله تخلصي على خير، وان شاء الله ربنا يكرمك بالوظيفه اللي تستهليها والوظيفه اللي تستحقيها، وربنا يكرمك وتكوني من علية القوم. الكلام طبعا للبنات، بالنسبه للولاد طبعا هم عارفين ان شاء الله لو حطيناهم في الحيط هيعدوا الناحيه التانية الا من رحم ربي.
إلا من رحم ربي. الفيديو ده للبنات، لا تيأسوا إن شاء الله رب العالمين، ربنا يوفقكم، نشوفكم في فيديو جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.